بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الماء متوفر في بيوتنا والملح كذلك، إذن ما الذي يمنعك من الغرغرة؟ بعض الوصفات العلاجية ورثناها عن جداتنا ضمن الطب الشعبي، ثم لحقها الطب العلمي ليؤكد دورها أو ينفيه. إليكم فوائد الغرغرة بالماء والملح ومضارها. ما الذي يجعلنا متحمسين اتجاه الغرغرة؟ ببساطة، الغرغرة هي علاج طبيعي غير مكلف ومتوفر في البيوت، بالإضافة إلى أن الطب يشيد بدوره في مواجهة الآلام الحلق الخفيفة. ثبت علميا أن الملح يساعد على امتصاص الماء من أنسجة الفم، فيما يشكل حاجزا أمامها وأمام مسببات الأمراض من العودة إليها. إذن أي الأمراض تستطيع الغرغرة مواجهتها؟ تساهم الغرغرة في مواجهة عدة أمراض تتعلق في فضاء الفم. التهاب الحلق: تساعد الغرغرة بشكل فعال في مواجهة نزلات البرد والرشح التي تسبب التهابا طفيفا في الحلق. ينصح دمجها مع بنادول مثلا أو بروفين في حالة الالتهاب الأشد بعد استشارة الطبيب. الجيوب الأنفية والتهابات جهاز التنفس: تشير الدراسات أيضا إلى أن الغرغرة تساهم في الحد من مدى انتقال العدوى في حالات الجيوب الأنفية والتهاب جهاز التنفس، حيث أشارت الدراسات إلى كون الغرغرة بالماء والملح من شأنها أن تكون أفضل فعالية من لقاح الإنفلونزا. الحساسية: تواجه الغرغرة بالماء والملح التهابات الحلق الناجمة عن مثيرات للحساسية مثل القطط والكلاب ولقاح الربيع. صحة الأسنان والفم: ربما تكون الغرغرة من أكثر الطرق فعالية في مواجهة البكتيريا المتراكمة في الفم، حيث أن البيئة المالحة لا تسمح للبكتيريا بالتكاثر فتساهم في تطهير الفم. إليكم عدد من الظواهر التي تعالجها الغرغرة في الفم: التهاب اللثة، فطريات الفم، تقرحات الفم، تحمي تيجان الأسنان، تخفف من أوجاع الأسنان، تمنع ترسبات البكتيريا في الأسنان. اقتنعنا بفوائد الغرغرة، كيف نقوم بها؟ ضع ربع إلى نصف ملعقة من الملح في كأس من الماء الفاتر، تمضمض بالماء جيدا، احبسه عند حلقك ليعقم الحلق وابصقه في المغسلة. حاول ألا تعتاد بلع الماء المالح، لأن منسوب الملح المرتفع في الدم يمكن أن يؤدي إلى ضغط دم عال ونقص في الكالسيوم. ينصح بهذه الجرعة مرتين يوميا، إلا أنك تستطيع ممارسة الغرغرة أكثر من ذلك في حال كنت تنجح بالامتناع عن بلع الماء. ماذا تفعل إذ لم تستسغ الطعم أبدا؟ في هذه الحالة يمكنك إضافة بعض المحسنات للطعم مثل العسل، الليمون، الثوم، أعشاب مفيدة للنزلات البرد والإنفلونزا. يظهر كما قلنا أن الغرغرة بالماء والملح فوائد حقيقية ومثبتة علميا، فيما أن المكونات سهلة ومتوفرة بالبيت. عليك إذن بتجربة الأمر والاستفادة من وصفات جداتنا. شكرا للمشاهدة. إذا كانت هذه زيارتك الأولى، أتمنى أن تشترك في قناة إفادة، ولا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو.